كييف 54 طائرة مسيرة استهدفت كييف بوقت واحد. هذا أكبر هجوم روسي بواسطة الطائرات المسيرة حتى الآن. طوال تاريخها تعرضت كييف للخيانة من قبل أعدائها، لكنها استطاعت النهوض مجددا. بلادنا ستضع نهاية لاستبداد موسكو، ولن يبقى منهم أحد على أرضنا. نتواجد الآن بأحد الأحياء المتضررة في العاصمة الأوكرانية كييف نتيجة الاستهداف الليلي للقوات الروسية على المدينة. هذا الهجوم يعتبر الأعنف من نوعه باستخدام الطائرات المسيرة وفق ما ذكرت قيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني. هذا المبنى متعدد الطوابق مبنى غير سكني تعرض لأضرار جسيمة كما نشاهد في الصورة. تعرضت العديد من الشقق أو المكاتب الموجودة فيه لأضرار، إلى جانب هذا المطعم المتواجد في أو الواقع في الطابق السفلي في هذا المبنى. طبعا الهجوم الروسي الليلة الماضية كان عنيفا، استمر تقريبا منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل واستمر حتى الساعة السادسة صباحا. تقول قيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني بأنه تم إسقاط نحو 52 طائرة مسيرة من أصل 54 طائرة. هذه الطائرات من طراز شاهد 136 وشاهد 131 إيرانية الصنع. الليلة الماضية كانت عصيبة على عدد واسع من أحياء العاصمة الأوكرانية، حيث دوت صفارات الإنذار بكثرة وأعلنت حالة التأهب الجوي لأكثر من 5 ساعات. سمعنا خلال الليلة الماضية دوي انفجارات نتجت عن عمل الدفاعات الجوية التي كانت تستهدف هذه الطائرات المسيرة التي استهدفت مختلف الأحياء في العاصمة الأوكرانية كييف. يأتي هذا الهجوم بالتزامن مع احتفال العاصمة الأوكرانية كييف بيوم تأسيسها. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.